السلام عليكم، مرحبا عشاق وعاشقات قناة الدردشة. مرحبا بكم في الدردشة هذه اللي هي عبارة عن تدخل ديال بزاف ديال الفيديوهات شفت، وهما ناس من عشاق ركوب الأمواج ركبوا على واحد الموجة اللي هي كانت ناتجة على واحد زلة لسان صاحبها، يعني كان خصو يوصل للهدف ديالو باش ما كان، ولو انه ارتكب الخطأ مسكين ربما عن جهل او ربما عن ادراك الوضع ديالو ولا بوزيسيون ديالو في هذاك المجتمع هذاك، فاخطأ ارتكب زلة لسان وبداو عشاق ركوب الامواج كيركبوا. هاد السيد هذا هو واحد الشخصية، ولا شخصية يعني كيعرفها بزاف ديال الناس كيعرفوها في البلاد وفي خارج البلاد، وهو المسمى بعبقادر الخراز، اللي ما غنقول لكم لا كنحترمه ولا ما كنحترمه، ولكنني كإنسان يجب علي باش نحترمه كإنسان خصني نحترمه، اما باش نحترم الكومبورتمون ديالو ولا ما كنحترمهاش ما كنعرفو شي بزاف، ولو انني كنت ساكن قريب وكنت كنشوفو تقريبا جوج مرات ثلاثة المرات في السيمانة، يعني كان كيدوز من تما من هذاك قلت هذاك فين كنت ساكن هنايا على اين، هذا ماشي هو مهم. المهم هو ان الناس اللي ركبت على هاد الموجة هادي كاين مسكين اللي الله يحسن العوان اللي ما كيعرفش يفرق بين، وهذه كنت ذكرتها واحد النهار في واحد الفيديو، اللي ما كيعرفش يفرق بين المواطن وبين ابن البلد ولد البلاد، وراه قالوها شي وحدين في التدخلات ديالهم بدون ما يشعروا، كيخلط ود البلاد مع المواطن مع، سمحوا لي يا اخوان لان حيت هذاك الجاكيطه اللي كنت لابس لان سخن واحد شويه الحال. غنجاوب هذاك الاخ اللي قال لك بان اوروبا ما كتعطيش، اوروبا كتعطيك اهم حاجه اللي كتخول لك الحياه ديالك وهي الامان، لان بدون امان ما غيمكن شي لك تعيش، غتبقى مخبي كتعايش مخبي لانك ما مامنش، تي نو في با تي سيرفي، هذه هي اللي عطاتك اوروبا. اما المسائل الماديات فكتبقى انت القدرات ديالك واش ممكن توصل لهذاك الشيء اللي بغيتي نتايا او ماشي ممكن توصل داك الشيء اللي بغيتي نتايا، اوروبا ما غتعطيكش ملايير الملايين، اوروبا كتامنك كتخليك تحس كانك انسان. مساله العنصريه هذيك مساله اخرى حسبك انت، هذا من جهه. من جهه ثانيه غادي نجاوب عبقادر الخراز اللي ربما جهلتيه او ربما عن قصد، فهذيك الجاليه اللي نعدتي نتايا بانها جاليه لو جات تعيش بحالك نتايا فغادا تعيش الفقر وغادا دير فايت، فهذيك الجاليه كتعيش ماشي كتخلوض باش تعيش، لان البلد اللي فيها مأمنهم، وفي الوقت اللي كتكون مأمن كتبقى تعيش وكتبقى دير واحد ديفلوبمون بيرسونيل ديالك في هذيك البلاد هذيك لانك في الامان كتعيش، ما كتبقاش غادي مخبي كتعيش او كتقلب على شي باش تعيش، لا، فهذيك الجاليه اللي خصك تعلم وخصك تعرف تفهم انت وفهم لهذوك الناس
اللي تابعينك وكيتسنطوا لك بان هذيك الجاليه اللي خارج البلد، ما نقولش خارج الوطن لان المواطن شكل وابن البلد شكل، وتصنت بعض الفيديوهات راه كان فيهم الشرح ديال ابن البلد والمواطن. فهذيك الجاليه كانت كتبرمج طريقة إنشاء صندوق لمساعدة الجيوش اللي كاينة لتحت، لمساعدة تمويل أو قسط من تمويل المشكل اللي كنعيشوه في جنوب البلاد. كانت تتأهب وتستعد لإنشاء صندوق. أنت اللي كتقول لي كتاكل طاجين. الجالية مبدئيا ما غادروا هذيك البلاد اللي سميتها انت بالجالية إيميغريشن. هادوك الناس غادروا هذيك البلاد لان ضاقوا واحد شوية، ومن ضاقوا خواو البلاد بحثا على ما هو افضل، ماشي خوفا، لان كانوا يعيشوا ضياع وقت، غيضيعوا وقت لأنك يعرفوا بأن الآخر عنده ان بوفوار وما يقدروش يقاوموه. الآخر أنا لا أقصد ملك البلاد، باش ما نتفاهموش عوجين شوية، الآخر اللوبي اللي محتكر، هذا هو علاش كنتكلم أنايا. فهاد الجالية اللي وصفتيها نتايا بالجوع، رغم الاعتذار ديالك، فالمسمار ملي كدكو في واحد الخشبه وكتجبدو راه كتبقى ديك الثقبه تما، رغم انك ترممها راه كيبقى الاطراس ديال ديك الثقبه هذيك. فهذا كان خطأ خايب، ولكن غتحاول هاد الجاليه هادي تسهل معاك وتسامحك لجهلك لبعض المسائل اللي ربما ما كتعرفهاش نتايا. فما تعاودش لا انت لا الناس اللي كيتبعوك توصفوا هذيك الجاليه هذيك بهذاك النعت، لان ما يمكنش يكون منعوت في هاد الناس اللي خارج البلاد، ما يمكنش. هذا رد على السي عبد القادر. بالنسبه للسي حميد المهداوي، وانا انا كنحترمكم بجوج، هذاك كنحترمو كانسان، ولكن باش نقول لك انا كنحترمو على الكومبورتمون ديالو ما كنعرفوش، وانت سي حميد المداوي انا احترمك الميدان ديالك لانه ميدان شريف، وانا كنعرفك انسان زعما متزن، ولكن باش تقول وتوصفهم هذوك الناس اللي ما نعرفش كيوقع عليهم وكيدخلوا للسجن وكيغادروا البلاد توصفهم بالجبناء، فهذه لا اقبلها منك السي حميد. الى عطيتي 36 شهر فعطيتيها، ماشي عطيتيها للوطن، عطيتيها في سبيل المبدا اللي كتامن به نتايا، ما عطيتيهاش على حساب 40 مليون ديال البشر تما، عطيتيها على حساب واحد المبدا كتامن به نتايا، واصطدمتي مع ناس اللي ما كانوا شين وزهاء ووقع ما وقع. فنتمنى انك تسحب هاد كلمة جبناء، نتمنى. على اي هذه هي الدردشة اللي كانت على بعض الردود، اللي كانت على شكل بعض الردود على هاد الناس هادو. فلا هذاك الاخ اللي في اوروبا اللي قالك اوروبا ما كتعطيه والو، ولا سي عبد القادر اللي حتى هو نحترمه كإنسان، والسي حميد كهو نحترمه كإنسان ولمبادئه. وإلى وقبل ما تدوزني هذه الفرصة هذه، كان بارك لكم شهر رمضان، وكنتمنى يدوز بالصحة والعافية على كل إنسان فوق الأرض كيصوم. وإلى دردشة قادمة إن شاء الله وبحول الله، والسلام عليكم.